الراديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. نصف نهار ودرج، هذا استوديو الوطنية، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على حسن الاستماع، شكرا على اختياركم الإذاعة الوطنية، تحياتنا لكم، واصلين معكم من توا حتى الماضي ساعتين غير درج، وين ما كنتوا عودة على آخر التحقيقات التعليقات وآخر الأحداث الأخبار اللي تجينا حول تسجيل ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية، راجعين عليه، راجعين على الوضع الاقتصادي بعد شوية. أيضا عودة في بالبنت العريض مع رفيق دريدي على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعي اللي أعلن عن جديد العودة المدرسية ويؤكد الدعم والعمل على مزيد تخفيض نسبة الأمية. وزير النقل يوصي بضرورة التسريع في إدخال الخط دي حيز الاستغلال، الخط هذا اللي يستنوا فيه عديد وعديد المواطنين. أما في عينك على الإدارة في ساعتنا الثانية عودة على مش كل عام تقريبا نحكي فيه تنبيهات من وزارة الصحة، من وزارة التربية، من برشا متدخلين، ولكن ديما مع الأسف بعض المستهلكين أولياء ولا غيرهم اللي يمشوا يستسهلوا ربما أو يعجبهم الثمن اللي يكون أبخس شوية بغبوغ للمكتبات. نحكيه على الأدوات المدرسية المهربة، الأدوات المدرسية مجهولة المصدر وغير مطابقة لشروط ومعايير السلامة الصحية، شنو ينجم ينعكس وينجر عليها وكيفاش ما زلت موجودة لليوم الدور والوه حولها إقبال. هذا موضوعنا في عينك على الإدارة في ساعتنا الثانية. يعنون بعد قليل في اللي ديتو خالد كرونة هيئة الانتخابات وقضية التمويلات. أما ضيف الانترفيو ماضي ساعة ودرجين اليوم عبيد البريكي رئيس حزب حركة تونس إلى الأمام. خالد كرونة تحياتي، أهلا وسهلا. صباح النور، أهلا وسهلا بك وبكافة مستمعات ومستمعين الوطنية. أهلا، بعد قليل ينضم لنا أنيس بوغطاس في التحليل. تون سويت لديتو استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات. ليديتو بلغ هيئة الانتخابات وقضية التمويلات. مبارح البلاغ الصادر أمس الاثنين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يثير ردود أفعال ويثير حبرا كثيرا وبخاصة بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي. ولا شك أن شفافية العملية الانتخابية من الناحية التقنية تفترض تيسير حضور مراقبين لسير الاقتراع وفق تشريعات تلتزم بها الهيئة من جهة ويحترمها المراقبون من جهة أخرى، وهي تشريعات تضع شروطا ترتيبية وقانونية لم يطرأ عليها أي جديد بمناسبة استحقاق 6 أكتوبر الرئاسي القادم. وثار الجدل لأن الهيئة وفق بيانات بعض الجمعيات رفضت مطالب اعتماد لمراقبة الانتخابات كانت أودعتها، بالرغم من أنها جمعيات دأبت خلال الاستحقاقات الماضية على مراقبة سير العملية الانتخابية وإبداء الرأي فيها. وحجة الهيئة وفق بلاغها أن بعض هذه الجمعيات التي ذكرت منها 2 تحديدا خلو من شرطي الحياد والنزاهة تبعا لتلقيها تمويلات أشعرت بها السلطات العمومية هيئة الانتخابات ووصفتها بالمشبوهة. وبصرف النظر عن مسارعة منتقدي الهيئة إلى اعتبار قرارها استمرارا في نهج التفريط في استقلاليتها التي تجرح فيها المعارضة أصلا بحكم أنها معينة، وبغض النظر عن موقف الموالين الذين يعتبرون بلاغ الهيئة مراكمة إيجابية في اتجاه الحد من التأثيرات الأجنبية على الحياة السياسية التونسية بما ينزل المسألة ضمن تكريس السيادة وصد التدخلات الأجنبية، بغض النظر عن كل هذا نحتاج طرح الأسئلة التالية: إذا كانت بعض الجمعيات كما أشرت الهيئة قد تلقت تمويلات من دول لا علاقات دبلوماسية لتونس معها، فلما لا يتم الكشف عنها؟ وما هي هذه الدولة إن لم تكن سلطات الاحتلال؟ يثير السؤال الآنف سؤالا ثانيا: إذا افترضنا صحة هذا الدفع من السلطات ومن الهيئة، ما هي حدود التأثير الصهيوني في رسم ملامح الحياة السياسية؟ وفي حال لم تتم الإبانة ومعالجة الأمر قضائيا، ألا نكون قد استبطلنا مجددا نظرية المؤامرة؟ من الأسئلة المهمة في هذه اللحظة ما يتعلق بدور الصحفيين. أليس كان حقيقا أن نرى جهودا استقصائية مستعجلة حول كل الزوابع التي تتصل بالمسار الانتخابي؟ لما لم نرى تحقيقا جديا مستندا إلى بحث ميداني حول ما تتناوله الأبحاث الأمنية بعلاقة بشبهات التلاعب في التزكيات، خاصة أنها تؤثر بشكل واضح على حظوظ هذا المترشح أو ذاك؟ ولما لا نرى بحثا استقصائيا جديا حول مسألة التمويلات التي تتلقاها جمعيات بعينها بمناسبة الاستحقاق الانتخابي؟
من الأسئلة المؤرقة أيضا أن لفيفا واسعا من النخب التي كانت بالأمس القريب تنتقد بلا هوادة خطوط التمويل المفتوحة لصالح هذه الجمعية أو تلك وتطالب بوقف هذا النزيف، أضحت هي نفسها حين تغيرت رياح السياسة مدافعا شرسا عن هذه المنظمات، وهو ما يسمح بالقول إن المبدئية المستوجبة في مثل هذه القضايا ضاعت وسط تبدلات توزيع رقعة اللاعبين على رقعة شطرنج السياسة. ما ينبغي الإقرار به وفق تقديرنا أن المجتمع المدني لا يمكن أن يحظى بالاحترام وأن يلعب دوره إذا كان أداة طيعة بين أيدي المانحين الأجانب الذين تفوح منهم روائح عطنة رأينا خلال السنوات الماضيات أثرها، لأن أموالهم لا تهب حبا في سواد أعيننا ولا حرصا على حياة سياسية متطورة، بيد أن ذلك لا يعفينا من إنصاف من ينبغي إنصافه حتى لا يختلط الحابل بالنابل ولا يرجم البريء بذنب المجرم في انتظار تشريعات جديدة للجمعيات تكفل لها حرية الحركة تحت سقف الاستقلالية الفعلية بعيدا عن أي توظيف أجنبي. هذا قولنا لمن شاء الاعتبار. يومكم ورد وأزهار. L'édito. إديتو خالد كرونا، وعودة على الانتخابات اللي حكينا فيه دايوغ البارح مطولا، موضوع الانتخابات اليوم رجع في هيئة الانتخابات وقضية التمويلات هكا عنوان كان فاتتكم الإديتو تلقاها على صفحتنا الإذاعة الوطنية وطبعا صفحة البرنامج استوديو الوطني. خالد كرونا مصر دايوغ كملت في نفس التمشي على التمويلات البارح. لا مش مصر، لانه هو البلاغ احنا ربما من حسن الحظ انه البارح تناولنا المساله وهي مازالت ساخنه، مازالت بلاغ الهيئه مازال جديد. الناس الكل نتصور شافوا اللي ثم برشا ردود افعال صارت بعدين وبرشا ناس كتبت وبرشا ناس علقت. نعم. من المستحسن وهذا دورنا المفروض انه نعدلوا البوصله شويه، بمعنى ان نحاول نكون منصفين. هذه مؤسسه يعني تشتغل وفق ضوابط وفق تشريعات. الملف هذا ملف خطير لانه مش ملف متعلق بحدث الانتخابات، هو ملف معناها اقدم سابق ولاحق. ومساله التمويلات لازمها تتحط في نصابها الحقيقي، وحتى كي نشوف الدول الاخرى والتجارب المقارنه يشبه الدول اللي تنتصب احيانا باش تقرينا دروس في الديمقراطيه، راه عندها تشريعات ياسر مضيقه وياسر دقيقه على الجمعيات. مش معناها احنا نحبوا نكونوا حتما مع قرار الهيئه والا ضد قرار الهيئه. احنا بالنسبه لنا حسب ما اعتقد انا شخصيا على الاقل، المساله بالنسبه لي لازم تكون اشمل من هيك. الجمعيات في كل المناسبات وفي كل الايام بصرف نظر عن الاستحقاقات، ثم سياسة عامة مالية لازم تتحط في البلاد تخلي الجمعيات هذه تنشط بحرية وفي نفس الوقت تنشط تحت سقف قانوني ما يسمحش بأي شكل من الأشكال التدخلات الأجنبية. تحياتي لك أنيس بوغاتاز. مرحبا. ملف الجمعيات البارح حكينا وتناولنا في علاقة بمراقبة الانتخابات وغيره، ولكن الجمعيات في المطلق اليوم رغم أنه تقريبا من 2011 وإحنا نحكي وخاصة 2015-16-17 لليوم، وإحنا نقول رو فما بعض الجمعيات اللي كانت ومتورطة في تمويلات مشبوهة في عمليات إرهابية وفي غيره، إلى متى الملف هذا مازال أنيس بوغاتاز لم يتم معالجته من الجذور؟ هو الحقيقة ملف الجمعيات ملف بدا بإصدار مرسوم عدد 88 سنة 2011. مرسوم هذا حل الباب للجمعيات للتمويل الأجنبي. ماك تعرف الفترة هذيك اللي بدات فيها الجمعيات كانت مسيبة البلاد، ما فهمش حتى مراقبة. نعم. وكانت إرادة سياسية في عدم مراقبة الجمعيات في التمويل لأغراض سياسية حزبوية بطبيعة الحال، وصارت حتى وصلت معناتها تمويلات لجمعيات مشبوهة معناتها في الإرهاب. نعم. وفي استقطاب معناتها الإرهابيين وغيره. توا عنا مدة نحكيه على الجدل هذايا متاع الجمعيات، بقينا الحقيقة ما صارش فما معناتها برنامج حقيقي لتصفية الجمعيات هذه ومحاسبة المسؤولين عليها وكذلك معناتها تتبعهم من الناحية القانونية. اليوم وقت هاو اليوم وقت انتخابات، واليوم تكتشف السلطات أنه فما باقي تمويلات مشبوهة. نعم. هذه عمل هو مشترك بين البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية التابعة له وكل الفرق الرقابية العاملة في هذا الشأن حتى تكشف هالشبكة هذه. وحاجة أخرى مهمة جدا هو التنقيح التشريعي حتى يتم معناتها منع في المستقبل
معناتها دخول هذه الأموال المشبوهة، معناتها فما برشا طرق قاعدة تدخل بها الأموال المشبوهة للجمعيات سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو الجهوي في عديد الميادين اللي هما معناتها بعض معناتها الأشخاص استعملوا هذه الجمعيات. اليوم الحقيقة أنا نعتقد وكونه كيما تفتح ملف المصادرة في يوم ما وكانت فيه معناتها أبحاث عميقة ومازال مفتوح إلى اليوم ملف الجمعيات، وخاصة نحكيوش على الجمعيات اللي تخدم واللي ذات معناتها شأن وطني واللي هي أعطت المجموعة الوطنية معناتها الحقيقة إضافة كبيرة برشا. عنا عديد الجمعيات اللي اليوم في تونس نزمنا نقويوهم ونشدوا على أيديهم لمعناتها تدعيم مجال الجمعياتي والمجتمع المدني، لكن بعض الجمعيات يجب محاسبتهم حالا. هو سمحني معناها زينة شيء مقلق ونحب ناخذ رأيك أنيس، وقت اللي يقولوا اللي هي أموال جاية من دول ما تربطناش بها علاقة دبلوماسية، شو يحب يقول؟ ما عنده حتى تفسير بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي باش نفهم اللي هو هذايا فلوس جاية من صاينة، شنو هي الدولة اللي احنا ما عندناش بها علاقات؟ تونس وتنجم تكون عندنا جمعيات عندهم بها علاقات. معناها الحكاية يلزمها ثم من حق المواطنين ومن حقنا احنا كإعلاميين ومن حق الشارع من حق الناس كل أنهم يعرفوا إذا كان الناس هذوما عندهم علاقات بالصاينة يثبتون هذا ويتابعوهم قضائيا، وإذا كان الحكاية معناها مجرد شكوك يلزم يبرؤوهم ويلزم نخرجوا من نظرية المؤامرة. اليوم عندك ثابت هذا يقول لك من مصادر رسمية، إيه مصادر مش على الهيئة، نرجع ديما للبيان أنا بتاع هيئة الانتخابات اللي أكدت وأعلنت في بيان رسمي نقلا عن مصادر رسمية سيختن هو تكون لجنة تحليل المالية والبنك المركزي وغيره تقول لك تمويلاتهم مشبوه ثابت. إيه نحكي على السلطة مش على الهيئة، الهيئة ما عندش علاقة بهذا. اليوم فين نمشي أكثر؟ مش خدمتها الهيئة أنها هي تتابع الملف هذا، الملف هذا أنت كسلطة سياسية جيت علمت الهيئة قلت لها يا هيئة راهو الناس هذوما عندهم فلوس جاية من عند من دول ما تربطناش بهم على قد بالمسيح، أنت كسلطة سياسية والسلطات القضائية عليها تتابع الموضوع. يعني الحكاية اللي نثيروا فيها ما عندهاش علاقة بدأ الهيئة، الهيئة جاها إشعار يلزمها تلتزم به وفق القوانين المرعية في البلاد. نعم احنا نحكي وفي ما وراء هذا تو هو احنا ما زلنا في مرحلة الشبهة. اي زلنا في مرحلة الشبهة، يبدو أنه الأبحاث انطلقت والأبحاث هي اللي مش تكشف الحقيقة اللي بعد مش نصرحوا بها باش تعرف على الأقل العباد شنية هالجمعيات وشنية هل أنه بالفعل فما شبهة حقيقية وثابتة أو مجرد معناتها شكوك أو غيرها من الأشياء اللي من نجمو نحكيو عليها وتولي حكاية نجمو نخرجوها للعلن إلا ما تكون معناتها فما على الأقل أبحاث مستكملة فيها. نتصور متفقين يزم دي مهم الأبحاث، ما زلنا مواصلين هذا أفغو على تحليل باش ترجع عليها بعد شوية في بالبنت العريض مع رفيق دريدي. نذكركم ضيفنا ماضي سعد أرجين رئيس حزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي في الإخراج، رفقنا اليوم أنيس الورغي لايف ستريمينج، من هنا محمد علي الناصري وزاهر بن حميدة في التنسيق، حميدة شيبي سامي العارفاوي رفيق دريدي وضياء الدين الكريفي. هذم العرس الأساسي متاع استوديو الوطنية تودسويت بالبنت العريض. استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات. بالبنت العريض، تونس تسجل ارتفاع في احتياطي العملة الأجنبية العملة الصعبة خاصة إلى مستوى 26 مليار دينار. سي رفيق مرحبا. مرحبا زينة، مرحبا سي خالد، مرحبا أنيس، مرحبا بلي اسمه فينا كل في استوديو الوطنية. رقم هذا زينة ينضاف لزادة مؤشر كان تعمل إعلان عليه الجمعة اللي فاتت اللي هو يهم تسجيل نسبة التضخم تراجع إلى مستوى 6.7% في شهر أوت اللي فات بعد ما كانت في حدود 7% في الشهر اللي قبل جويلية 2024. معطيات معهد الإحصاء تقول كون التراجع هذايا يرجع بالأساس لتقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية من 8.5% في شهر أوت بعد ما كانت 9.4% في شهر جويلية اللي فات. والتعليق يجي من عند أستاذ الاقتصاد رضا أشكونديلي اللي قال
بعد انخفاض نسبة التضخم. احنا جايين ولذا الشكندالي خاطر باش يهزنا الموضوع اخر بالاساس بعد شويه في علاقه بالتمام والبنك المركزي وغيره، ولكن في مستوى اول انيس بوغاتا ارتفاع احتياطي العمله الاجنبيه كما كان يقول رفيق 26 مليار يعني بالضبط 118 يوم من الواردات. الوضع باهي تحت السيطرة. باهي الوضع باهي، تبقينا شوف احنا اليوم اي حاجة تمس معناتها الاحتياطي الوطني الحقيقة اتفرح. علاش؟ خاطر اليوم صراحة الوضعية بعد معناتها الاشكاليات القديمة اللي صارت مع البنك المركزي وغيره من المؤسسات الداعمة العالمية، تونس خذت مسار ذاتي، مسار ماهوش سهل، مسار العبيد الغالبية رهنت على الفشل نتاعو واعتبرت أنه تونس غير قادرة على أنها تقوم بذاتها أو تحقق على الأقل سداد الديون الخارجية أو الاكتفاء الذاتي بعديد المواد وعديد معناتها القطاعات. اليوم بعد الحقيقة صعوبات ماهيش سهلة تعديت علينا الناس الكل، نتصور وكونوا ماشيين في الثنية الصحيحة معناتها بعد اللي حصل لهذا الكل، هو راجع كذلك لي نتصور معناتها تعدى بين صيف جاءوا عديد المواطنين المواطنين بالخارج اللي دخلوا برشا عمله صعبه تقريبا من عائدة السياحة. وموسم السياحي اللي نجح السنه الصراحه معناتها كان معناتها الناس كل عرفت انه نجح الموسم السياحي، وبالتالي معناتها المؤشرات هذه مشجعه نبنيو عليها باش نحاولوا على الاقل يا اما نبقاو في 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 في, في النمط هذايا خاصة في الأشهر القادمة أو كذلك معناتها الحاجة الباهية اللي نجموا نحكيو عليها زادة ما تلزينيش السنة باش نعملوا قانون ميزانية تكميلي واللي هي حاجة معناتها تحسب للدولة التونسية. حكيت على عائدة السياحة ونقطة أخرى أيضا ساهمت في ارتفاع وفي تسجيل ارتفاع احتياطي العملة الصعبة اللي هي التحويلات التونسيين سي أنيس بوغاتا، التحويلات المقيمين بالخارج. اللي يعطيهم الصحة في وقت ما الحقيقة ساهموا بشكل كبير ومهم جدا باش نرجع عليه. التحويلات نتاع تونس في الخارج قطاع السياحه خالد كرونا ايضا ناخذ رايك بعد شويه. قبلها نستسمحكم نرفع لحضراتكم اذان الظهر بتوقيت تونس، راجعين في استوديو الوطنيه. الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. رفعنا لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت تونس، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مازلنا مواصلين بالبنت العريض، هذا استوديو الوطنية، ومع رفيق دريدي كنا نحكيه من الأول على ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية لتونس تقريبا 26 مليار دينار في شهر سبتمبر الجاري حتى النهار 9 سبتمبر بالضبط البارح الاثنين، تقريبا 118 يوم من الواردات. أنيس بوغتاس كنت تحكي على قطاع السياحة لدعم هالواردات هذه العملة الأجنبية المتأتية أيضا من تحويلات التونسيين بالخارج. خالد كرونة، يعني بالنسبة العملة التي لا نريد أن تكون صعبة، العملة الأجنبية بالحقيقة أي قطب مش تكون صعبة علينا إذا كان احنا نعرف نسير خلصان أي حتى الجهاز المصطلح يروا منها يستبطن موقف فكري على أي حال. أنا معك تماما في أنه الموسم السياحي يلعب دور مهم ياسر في هي وضعية كاملة بتخلق حالة استقرار مالية في البلاد. ثم حاجة سابقة اللي يجب ما ننساوهش، الدور اللي قام به القطاع الفلاحي وخاصة في مجال تصدير الزيوت، خاصة الناس كل يعرفوا اللي سعر الزيوت في العالم ارتفع كبير، هذا عاد ربما بشوية صعوبة على جيب المواطن التونسي لهنا، ولكنه عاد بالنفع على الاقتصاد متاع البلاد، لأنه بطبيعة الحال نحن نعرف اللي ثم كميات لبأس بها تم تصديرها، بل بالعكس ما زلنا ما نعرفوش نصدر الزيت، لأن في الزيت باش يقول لي معناها مردوديته أعلى وقت اللي يتصدر هو معلب. وهذا مازال إن شاء الله بدأت وزارة التجارة وظهر لي مع وزارة الفلاحة حتى بعض المستثمرين في أنهم بدأوا يفكروا في أنهم يدعموا المستثمرين اللي باش يعملوا يعني فهموا المسألة هذه اللي هي عندها علاقة مش فقط بالفوائد اللي يجنيها المصدرين بل بيجنيها الاقتصاد التونسي ككل. نعم. السياحة لعبت دور، وخلي باش الناس يفهموا كيفاش العملة نجموا نحسنوا نتحكموا فيها وقت اللي نتحكموا في الواردات. احنا شنو لازم نوردوا في الأدوية لا مناص منها، ونوردوا في الطاقة، ونوردوا في الحبوب. وقت اللي احنا نحسنوا الأداء الزراعي نتاعنا في الزراعات الفيفريير نتاعنا المعيشية، وقت اللي احنا نتحكموا في المواد يسموها الاقتصاديين لي برودوي دو لوكس، ثم أسئلة مازالت مطروحة على الحكومة وإن شاء الله الحكومة هذه تسمعها. هي شنو الداعي باش احنا نقعد نستوردوا في لي برودوي دو لوكس؟ باش نستوردوا سيارات تسوى 900 مليون باش تتباع في البلاد؟ لا، المفروض الحكومة تعمل، يعني هذا ما يسمىش تقشف في مس جيب المواطن ولا حياة المواطن العادية، هذا مش الدولة تقشفية صغيرة من الدولة، مش هي اللي تستورد لك، فما ناس باعثين الناس هذوك لا ينبغي أن تطلق أيديهم للعبث بثم أي دولة. علاش تعتبروا عبث؟ لا أي دولة في العالم وقت اللي تبدأ عندها صعوبات اقتصادية، وإحنا ما نش نقصين صعوبات اقتصادية، هذاك علاش إحنا فرحانين بأن عندنا 118 يوم توريد. اللي تحكي عليه ما نش لا في حالة تقشف لا في وضعية إفلاس عاد. لا ما نش ما قلناش هذية، إحنا قلنا ثم إجراءات اقتصادية عاجلة تعملها أي دولة في العالم اللي عندها مديونية واللي عندها عندها مشاكل اقتصادية باش تسرع انطلاقتها الاقتصادية وباش تدفع مناخر الاستثمار وباش تشجع الأجواء هذية. أي إجراء عادي جدا تعملوا عشرات الدول اللي عملته لي برودوي دو لوكس تعمل عليهم ريستريكسيون تقييدات، والا ترفع عليهم العائدات الديوانيه، تربح الدوله وقتها بالطريقه هذيك على خاطر هي ما عندهاش انعكاس. الحكايه هذيك لي برودوي هذوك ما عندهمش انعكاس يومي على حياتك ولا على حياتي، يعني ثم اي مينوريتي نتاع 1% من الناس اللي حاجتهم بهم، وهذوك يعملوا نزيف في العمله، خاطر احنا نحكيوا توا حاليا على مساله العمله الاجنبيه. دونك المؤشرات بصفه عامه احسن من اللي كنا فيه قبل، هذه مساله لازم نقروا بها ولازم نكونوا سعداء بها، ولكن لازم نقولوا اللي ثم كثير من الاجراءات اللي ما زال النجم نزيدوا ناخذوها، وخاصه لتحمي انتاجنا الوطني. شنو فاش قامنا نستورد في الماده الفلانيه نضيق شويه على توريد المواد اللي احنا ننجو فيها، ننعشوا اليد العامله نتاعنا ومؤسساتنا الوطنيه، وفي نفس الوقت نحافظوا على شويه العمله اللي عندنا لان نجموا نجوا بها مشاكل اقتصاديه مختلفه. هذه الفلسفه اللي لازمها تمشي بها الدوله التونسيه.
بغض النظر عن الاسماء واسم وزير التجاره شكون ووزير الفلاحه شكون. انس بغطاس كلامه كله انا موافقه. فما حاجه مهمه هو انه عملنا بالخارج ومواطنينا بالخارج اللي هما لعبوا دور وفي كل وين استحقتهم تونس لقاتهم مشكورين جدا طبع. الحقيقه هما قادرين على انعاش الخزينه اكثر من هكا اذا توضع لهم برنامج لتسهيل معناتها ادخال العمله الى تونس واستثمار في تونس. نعم. نكونوا دخلنا عمله وفي نفس الوقت خلقنا مواطن شغل وهما. نعم. اغلب العمال بالخارج معناتها يحلموا باش يقوموا بمشاريع في تونس لكن عندهم عديد العراقيل وهذه صحيح. دعوه باش يرفعوا عليهم العراقيل ويدعموهم خاصه وانهم مجادين في القيام بمشاريع داخل البلاد. ثانيا في خصوص المواد الفلاحية المعدة للتصدير في تونس الحقيقة احنا عنا عديد المواد الفلاحية الحقيقة فيما برشا صعوبات قاعدة تصير معناها كي نقولوا احنا زيت ماهوش معلم على خاطر كلفة التعليب كبيرة ياسر على خاطر البنوك غير قادرة على تمويل عديد وعديد المنتجين يتلزوا باش يصدروا معناتها ماهوش معلم التمور القوارص عادي الخضر الغلال وبالتالي نعتقد انه عنا عديد الفرص من خلال الفلاحة باش ندخلوا اكثر عملة صعبة أكثر عملة صعبة معناتها من هكا عنا الفوسفات عنا الفوسفات عنا كان نزيدوا اليوم ندعموا شركة فوسفات قفصة وندعموا تصدير الفوسفات تكون عنا عائدات أكثر من هكا برشا وبالتالي معناتها نعتقد وكونه هذا الموضوع هو ترابط عديد الوزارات وعديد الجهات معناتها الإدارية في تونس والهياكل والوزراء وحتى الحكومة في على مستوى المجلس الوزاري لي النهوض بما يجب في وقت قياسي ومعناتها وضع أطر وأسس تمشي عليها الاقتصاد بطريقة ناجعة. النجاعة هي أهم حاجة في هذا الموضوع. ما زلنا مواصلين بزلنا نحكيه اقتصاد ولكن كي الأمور تحسنت نوعا ما كيف ما هكا تقريبا عملة صعبة رجعت وما فهميش تضخم زاد هل فما تخفيف في التيمام سي رفيق ولا ما فهميش؟ هذا هو اللي طالب به أستاذ الاقتصاد رضا شكوندالي في تصريح البارح قال كونه بعد تراجع نسبة التضخم زينا اللي حكينا في أول فقرة بالبنط العريض نذكره كونه النسبة سجلت تراجع إلى مستوى 6.7% في شهر أوت اللي فات بعد ما كانت 7% في شهر جويليا 2024. رضا شكوندالي قال كونه ما فماش قدام البنك المركزي حتى عذر باش ياخو قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية المعروفة بالتيمام. موضح أنه أغلب البنوك المركزية العالمية مشات في الخطوة هذه لدفع النمو الاقتصادي بعد انخفاض نسبة التضخم. هذا يولي مع البنك المركزي ما عاد عنده حتى عذر باش ما يقدمش على الخطوه اللي يلزم يقدم عليها وهي التخفيض في نسبه الفائده المديريه خاصه وانه فما قطاع على الاقل قطاع هذا اللي هو قطاع البناء والاشغال العامه اللي هو تضرر بصوره كبيره وكبيره جدا. قبول التراجع هذا يقلق شويه وخاصه وانه اللي يمشي هو يقضي في الاسواق وفي لي غران سيرفاس يلاحظ كونه فما تقريبا انفلت كبير برشا على مستوى الاسعار ولا علاقه يعني ما نجموش نتكلموا على تراجع على مستوى النسق قاعد يرتفع واضح بوضوح الشمس لكن هذا ربما عنده ما يبرر لانه نسبه التضخم المالي هي نسبه نتاع معدل 60%. التضخم المالي تيمام خالد كرونة وما أدراك ما التيمام. التيمام كيقول وقت اللي يزيد وقت البنك المركزي علش يمشي ويلتجأ ويلجأ للتيمام والترفيع في التيمام في الفايدة المديرية باش يحمي الدينار في الأثناء شي ينجر عليه الناس اللي ماخذ قروضات اوتوماتيك مول الفايدة المديرية متاحها تزيد وخاطر مش الناس كل ماخذتها بفايدة قارة فيكس وعدة تفاصيل أخرى. اليوم هل من الضروري مراجعة الفايدة المديرية اللي زادت تقريبا عملوا 3 أو 4 مرات أم لا فيها في ذلك حكمة ربما؟ والله أنا باش نكون كواقعين وباش نعطف على الكلام اللي ذكره سي أنيس منذ حين كان يحكي على مناخ الاستثمار. أنا لاحظت اللي ماهوش سي رضا شكوندالي لوحده هي عدد كبير ياسر من الخبراء الاقتصاد في تونس وعندهم مديدة وعندهم حكاية شر من زمان حاجة كنكة بداوا يثيروا في الموضوع هذايا لأنه شنو هو المردودية نتاعو؟ وقت اللي كان سي أنيس من ضحين يتحدث على معناها دفع مناخ الاستثمار شنو معناها؟ معناها اللي باش يستثمر سواء جاي من المهاجرين أولادنا المهاجرين ولا حتى من تونس معناها أنت يلزمك قدامك حزمة نتاع اجراءات لازم تعملها. اولا تيسر له الاجراءات الاداريه
مش تعمل تعمل له شانتي متاع 3 شهور ويجي بين الإدارات. الحوافز الجبائية وخاصة وقت اللي يستثمر في المناطق اللي أنت حاجتك بها باش يثبت السكان وباش يحل مشاكل متاع تشغيل. تيسير التمويل معناها لاكسي او فينانسمون في الاقتصاد، هذه اكبر مشكله وقت اللي انت عندك نظام مصري في هذا البلد، نظام جائر ومحكوم بلوبيات متنفذه، لوبيات قويه تنقل في فلوسها من مكتوبها اليمين لمكتوبها اليسار، ما تمولش في الصغار. راهو لازمنا نفهموا اللي اغلبيه المؤسسات التونسيه اكثر من 90% ولا 93% من المؤسسات التونسيه هي مؤسسات صغيره متوسطه، واللي هي ما عندهاش اكسي للتمويل وما عندهاش السهوله الاداريه اللي نحكيوا عليها وما عندهاش اكسي للمارشي، ما عندهاش اكسي للمارشي بالسوق. علاش؟ لانه فما ناس محتكره الفضاء هذاك. يعني كيف انت تنتج في ماده فلانيه وتنتج فيه واستصدرت قوانين ساعات من عهد بن علي تخدمك انت، مثلا نجم نعطيه مثال من غير ما نسميه العباد، انت تنتج في ماده معينه، ماده الشوكولاته، ثم شخص في تونس عنده يعني اجراء جبائي، عنده تخفيض جبائي يفوت 60% على الكاكاو. يعني انت غدوك تحل معمل تاع شوكولاته من نهار الاول مستحيل انك انت تنجم تنافسه. وهذا يقص عليه، نجموا هذا نربطوه بما يجري في مساله اللحوم البيضاء، نجموا نربطوه بمساله ما يجري في العلف. راهو ثم قوانين حتى في البرلمان السابق يعني الذي وقع حله تم مصادقه على قوانين من اجل دعم هذه القطط السمان. وقت اللي نفهموا المناخ هذا الكل تحكي على المونوبول بالضبط. لا نحكي على المونوبول النتيجه نتاعو اللي هما عندهم مصلحه نحب نقول في استمرار الفائده المديريه مرتفعه. وعلاش علاش دعوه سيري فاش كوندالي والا غيره من الخبراء الاقتصاديين هي دعوه انا اعتقد اللي هي في محلها، لانها تساعد على تشجيع الاستثمار في بلاد مستحقه ان المستثمرين الصغار والمتوسطين يعاودوا يتنفسوا. وبالمناسبه الدولة على أي حال من رئيس الجمهورية وانتهابت قاعدين يتكلموا على أنه يلزمها تكون الدولة تتجه لاتجاه سياسة الدولة الاجتماعية، يعني المفروض هذا في صميم اتجاهات الدولة. لكن وينه؟ يلزم يكون اليوم المواطن زينة، راهو الموظف اليوم العادي في تونس مش قادر باش يشري دجاج لصغاره. ما انت رانا وصلنا في وضعية نحكيه اليوم، قال لك المواد الاستهلاكية معناتها انخفضت أسعارها. فما حاجات معينة، أما أغلب اليوم قفة المواطن غالية في تونس، الدجاج غالي، اللحم غالي، الغلة غالية، معناتها بصراحة معناتها اليوم فما غالية المديرية شوية بالكل نقص معناتها. علاش ما يتمش التخفيض كما كان يحكي خالد كرونا؟ هات ناخذوا مش بعيد من أيامات أشهر 6 جوان اللي فات البنك المركزي الأوروبي خفض تقريبا لأول مرة من 5 سنين، من 2019 كان طلع الفائدة المديرية البنك المركزي الأوروبي، بعد 5 سنين قرر التخفيض في الفائدة المديرية بما يعلن للعيان، وأنه السياسة المتشددة اللي كان ماشي فيها البنك سنترال الأوروبي للقضاء على ارتفاع التضخم انتهت. الحقيقة شوف، بالنسبة لحكاية التخفيض أو الترفيع احنا ما نجموش نكونوا معناتها الذات اصحاب اختصاص مقارنة بالخبراء اللي تابعين البنك المركزي. نعم. حتى الخبراء المستقلين معناتها هو مش يعطيك رأي ينجم يكون مش ملم اكثر من العبيد اللي قاعدة عندها المعطيات الثابتة واللي قاعدين يخدموا عليه. انا نعتقد انه حكاية تخفيض او الترفيع مازال بكري عليه، على خاطر احنا هبطنا من 7 إلى 6.7 في 8 نحن تو مستوى 8 فيكس. لا نحكيه على التضخم. انت تحكي على التضخم ونحن نحكيه على الفائدة المديرية. نحكيه على علاقة بالتضخم، هو تو الخبير شي يقولك راه التضخم طاح تراجع، وبالتالي يجب على البنك المركزي التخفيض في التي على خاطر ثم نورمال مو في الايكونومي. سمحني على المقاطعه، ثم توليرانس ما بين ساعه نقطه الى نقطه ونص بالضبط، يولي البنك المركزي ما يلزموش يهبط فيها للفائده المديريه. اما وقت اللي التضخم يهبط اللي يولي ثم فرق بين 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 نسبه التضخم وبين الفائده المديريه نتاع نقطه ونص. هذا من حاجه السير داشكو دالي راهو معناها يونيفرسيتي وغيره، خاطر ثم حكايه اجراء معمول به كما حكيت زينه حتى في الدول العالم الكل هذاك هو. لكن اجراء يطلب اجتماع مجلس اداره البنك المركزي والموافقه عليه بالاجماع حاليا. يعني احنا من جوان اللي فات احادي الجانب في 8%. على كل معناتها دراسه وغيره وكذا، معناتها احنا ما نجموش نجزموا اليوم هل سيتم التخفيض من عدمه.
الحقيقة مش هل سيتم أم ليه، ما هل الدعوة في محلها أو مش في محلها نيس بوغطاس؟ الحقيقة أنا نعتقد وكونه في محلها اليوم. تتفق واصل سي رفيق. نواصل زينة مع موضوعنا الأخير اليوم في فقرة بالبنط العريض. البارح تم الحديث على مشروع المدرسة الشعبية للتعلم مدى الحياة في تونس. البارح كان يوافق اليوم العالمي لمحو الأمية، وكان الكلام من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اللي قال كونه وزارته باش تكون في المكونات الرئيسية للمجلس الأعلى للتربية في تونس، وتحدث على كونه نسبة الأمية في تونس بلغت حاليا 12.7% بعد ما كانت 84% بعد الاستقلال، بعد مرور الأعوام النسبة هذه وصلت ل 12%، ويقول كونه المجهودات متواصلة المزيد تقليص النسبة لما أقل من 12% حاليا في تونس. من بين أهم أسباب وجود النسبة هذه للأمية الحراك السكاني، التسرب المدرسي والانقطاع المبكر على التعليم حسب وزير الشؤون الاجتماعية، اللي في الإطار هذا أعلن إطلاق مشروع جديد في تونس اللي هو مشروع المدرسة الشعبية للتعلم مدى الحياة، وبش يتم نشرها في كل الجهات تدريجيا على ذمة كل من يرغب في كونه يتعلم بطبيعة من بين الأميين في تونس. نسمع تصريح الوزير اللي زاد تحدث في سياق آخر كونه هذا يقتضي إصدار الأمر المتعلق بتأجير المدرسين في قطاع تعليم الكبار وتسوية وضعيتهم. المفهوم الجديد اللي نخدم عليه اليوم هو مفهوم المعارف والمهارات، هذا الجانب الأولي. في الإطار هذا قلنا احنا ثم مدرسة شعبية، هي أنه تكون قريبة من المحيط اللي متواجدة فيه، وهذا تقريب خيار اللي باش نمشي فيه على مستوى الولايات والتعميم باش نوصلوا 25 مركز ممكن اللي يكون ثم تواصل مباشر. الجانب الثاني في تطوير المهارات، تطوير المهارات باش يتمشاو مع المفاهيم الجديدة لتعليم الكبار ومحو الأمية. هذاك علاش تسويات الوضعيات باش تمشي تدريجيا بحسب الكفاءات الأقدمية بحسب مهارات نتاعهم. الملف كله في مختلف الجوانب نتاعو قدم أشواط كبيرة ياسر، هي مسائل إجرائية. نبدأ في النقطة الأولى، هو تحدث في الضيق في أكثر منا من نقطة، نرجع لصرف المنح المدرسي اللي أعلنت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من اليوم، بدأوا فيها من 100 ل 120 دينار بالنسبة للصغار، وأيضا في علاقة بالمستوى الجامعي. خالد كرونا اليوم زيادات الأسعار وأيضا التصريحات اللي أعلنت عليها الوزارة في علاقة بتلاميذ طلبة وطبعا المنتمين للعائلات المحدودة الدخل من المسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي، خاطر ديما يسألوا ولا ساعات حتى في التعليق يبعثونا شكون ولا هو احنا ما لم يشملنا هذا، راه لازمك تكون بالأساس مسجل في برنامج الأمان الاجتماعي. المدرسة التونسية ككل يلزمنا نعترفوا، هذا ما هو تفصيل معناها محل إجماع بين كل التوانسة. المدرسة التونسية ليست بخير لأسباب كثيرة، وكل وهذاك علاش ثم حديث برشا نسمعناه حتى في السلطات العموميه وفي المجتمع المدني وفي الناس اللي متدخلين، اللي ثم حديث على افاق نتاع مجلس اعلى للتربيه وتاع اصلاحات، لانه ماهوش عادي وماهوش منطقي باش بلاد يعني قامت فيها القيامه الديسمبريه في 2010 ولا 2011 المناهج ويعني التعليم والحصص وترتيبها وضواربها ومضمونها ومحتواها لم يتغير حرفا واحدا منذ ذلك الوقت الحقيقه، من ما يسمى اصلاح التعليم اللي صار في اواسط التسعينات بدايه التسعينات عام 93. ايش معناها؟ يعني احنا في قعدنا اشتغلنا على حاجات اخرين، حاولنا نصلحوا حاجات اخرين في المستوى التشريعي في المستوى السياسي في المستوى الترشيحي في قانون الجامعة، وما عملنا حتى شيء. الاثنين مليون يجلسوا على مقاعد الدراسة، الصعوبات اللي تحكي عليها والصعوبات بالنسبة خاصة للعائلات اللي هي معناها محدودة الدخل، واحنا عندنا المسألة هذه هي اللي عندها علاقة باللي يسميونا فيه التسرب المدرسي، هم يلطفوا فيها. شو معناها التسرب المدرسي؟ هو غاز ولا ما التسرب؟ هو انقطاع مدرسي وأرقام مفزعة وكسرت لنا شوية في كياننا احنا هيك الفخر كان عندنا على تونس. تونس بلاد نسبة التمدرس فيها عالية، راهو كيقول السيد الوزير سمعناها منذ حين 12% نسبة الأمية، أولا الأرقام هذه مش دقيقة برشا، ولو كان نعمل وهو جاي شو اسمه التعداد العام للسكان ونوضحوا، أما حتى 12% على 12 مليون رقم مفزع.
رقم مفزع بالنسبة لتونس. ما لازمش يكونوا يعني مستهينين بالرقم هذا رقم كارثي بالنسبة لبلاد استثمرت في التعليم منذ بداية الاستقلال. كي نرجع خالد كرونا ينجم يكون العدد المرتفع واللي نوافقك فيه الرأي ما فيهش إشكال حتى شك، ولكن فيه عدة أسباب. نجم يكون الأسباب بنية تحتية بالأساس، لأسباب أنه بعض الجهات المدرسة تكون بعيدة برشا على القرية اللي نجم يكون فيها عدد كبير ما نجمش يلتحق بمقاعد الدراسة، وتنجم تكون أسباب اختيارية. هناك من قرر من تلقاء نفسه يقاطع، هناك اسباب زاد القرايه ما عادش توصل، ولات هذه عقليه خايبه. أنا صارت في برشا ما تاثرت على عديد العائلات في عدم التحاق صغارهم او انقطاع صغارهم مع الدراسه عقليه، وبرا مشي تعلم صنعه وبرا مشي اخدم، وهو عندك الفلاحه توصلك، هو عندك برا مشي يحرق هو كذا. وبالتالي معناتها تصديقا لكلامك، اليوم تونس اللي احنا في العالم العربي النموذج يحتذى به في التمدرس وفي التعليم وفي إنارة العقول، نحن راهو اليوم 12% راهو مشروع اللي مشكور وزير الشؤون الاجتماعية اليوم أطلقوا، راهو كان موجود، راهو كانت عنا مدرسة تقري في الناس الكبار وتقري في العباد الأمي، لكن مشروع اندثر باعتبار أنه ما فماش لا إمكانيات ولا فما إرادة. اليوم كي يقول لي انا نعمل مدرسه شعبيه انا نفرح، نقول على الاقل خاطر برشا عباد تحب تقرا. صحيح برشا عباد ما عندهاش ما لقاتش وين تمشي تقرا. اليوم كان هذايا مشروع جيد راهو مشي ساهم تحبينا ولا كرهنا، فبرشا عباد ما يعرفوش حتى يكتبوا اسمهم، وهذا مهم. انا نعتقد وكونوا الفكره ممتازه وان شاء الله يكون التنفيذ نتاعها ممتاز. وبالنسبه للانقطاع الدراسه، انقطاع الدراسه تحكي لي على الاسباب، الفقر من بين الاسباب، تلقى عنده 4-5 صغار غير قادر باش يقري من الكل، يقري زوز يخلي زوز يخليهمش يمشيوا يقراوا، فقر هو راهو من بين الاسباب على انقطاع الدراسه. العقليه، عدم مواكبه المدرسه للعصر كما قال سي خالد، معناتها اليوم رانا الحقيقه تجاوزت المدرسه التونسيه، تجاوزتها الاحداث وتجاوزتها العولمه وتجاوزتها العديد. انتم كيف حليتوا ملف المدرسه التونسيه والنسب نتاع التعليم اللي تقولوا تراجعت؟ ايه والإضرابات اللي صارت وتمشي ساعات باش تقرا لين، ساعات إضراب فجي، ساعات ممنهج، ساعات يقعد مفتوح، هي هذا ما نسيتو. أنا قضيت 36 سنة من عمري مدرسا، يعني أيوة. أنا الله تلعبوا في حومتي تو. أيوة جينا دقيقة. الوضع معناها هو أوسع من أن النجم نتناوله في دقائق. صحيح. أما أنا باش نلتقط من أنيس كلمة لكن باش نوظفها بطريقة أخرى. المدرسة كانت جاذبة في وقت من الأوقات، وقت اللي كانت نسبة الفقر في البلاد أكثر. صحيح. وقت اللي في عهد بن صالح زمان قبل اللي بيكونوا اللي قدامي يتولدوا الكل، كان شعارها على كل ربوة المدرسة. رغم الفقر ورغم كذا ثم نسبة تاع تمدرس حققتها الدولة الوطنية في ذلك الوقت، وثم حملات كما حكيت سيادتك التعليم الكبار وقتها ولا رفع الأمية، كما ثم حملات أخرى وقتها لإزالة الكواخ وطرشنية وكذا، هيك هي سياسة الدولة اللي هي ذات طبع اجتماعي. توا المدرسه وقت اللي احنا نبعثوا شباب باش يقراوا يسمعوا في حاجات اللي هي في منطقه هما ما عادش تعنيهم، المدرسه تجاوزها الزمن في المضمون الذي تقدمه وفي الاشكال البيداغوجيه التي تنتهجها، والكادر اللي قري قبل ما نوصل لحكايه الاضرابات وكذا، هذيك راهي هذيك جزء، هذيك هو انديس، هذيك نتيجه من نتائج تعطل الدور التربوي للمدرسه. خاطر لو كان جات المدرسه مريقلة، لو كان جات المدرسه مريقلة ما نخلطوش حتى الاحتقان الاجتماعي هذاك الكل. علاش؟ معناها مريقلة اش معناها؟ شكون اعطينا الاسس نتاعها؟ لي زابي سي نتاع المدرسه شكون؟ عندك تلامذه، عندك مدرسين، الاولياء وزاره وبنيه تحتيه تونس، والبرامج معناها تونس الكل. كل خطر كل دار ثم تلامذه او طلبه متفاهمين. وقت اللي تونس كل اللي تحكي عليها يجي ناخذوا الجزئيات اللي فيها، فيها اولياء مع كامل احتراماتنا اليوم ما يحترموش المدرسين، وقت اللي تحل الباب هاني قلنا فيهم كلمه فيهم يعني البعض يهديك اللي اسمه غطاس حبي ورطني البعض اللي فيهم العدد منهم فيهم خالد كرونا اللي اسمه غطاس، شكون مع الاسف ما يحتوى. وقت انت تعطي المثال، تعطي الاكزامبل للتلميذ اللي هو ابنك، انك اعتديت على المعلم لفظيا ولا ماديا ولا انك تجرأت تحل الباب والمدرس يدرس مهما كانت الاختلافات، ديجا هذه صدمه كبيره، حطيت مشكل بين المدرس
والقسم نتاعو وصورته قدام التلاميذ. وقت المدرس كيف ينسى انه كاد المعلم ان يكون رسولا ويتجاوز بعض التفاصيل نحبش نرجع فيها ديما نحكي فيها ويحكيوا فيها الاعلام مطولا، ووقت اللي يعتدي بدوره على التلميذ اللي هو مستأمن عليه، وقت اللي يتطاول عليه بالضرب ولا غيره، هذه الاخلالات نتاع المدرسه ونقعدوا في هيك المشكل. صحيح دخلنا في قطيعه ودخلنا في حرب، علاش نوصلوا بالاساس هذا الكل؟ انا مأيدك فيه مع ملاحظة برك اللي هذايا بالنسبة لي أنا ما هوش سبب أزمة المدرسة، هذا من تجليات أزمة المدرسة، هذه نتيجة. يعني نقلب الآية، قال الشاعر بضدها تميز الأشياء، نقلب الصورة. لو كان جاءت المدرسة محافظة على الجاذبية متاعها، أنا باش نعطي مثال بسيط، الناس اللي كانوا في السبعينيات يمشيوا المدرسة، يدخل المدرسة يلقى النيفو جنرال تاع المدرسة، المستوى العام، المعمار، النظافة، الماكلة إذا كان هو يأكل في مبيت في غالبية السكان أفضل من اللي في دارهم. معناها المدرسة بالنسبة لي عبارة ماشي مش حوز فيوتيل تستقطبوا، هذا فضلا على الزاد المعرفي. وقت اللي توا العملية ولات بالعكس، المدرسة فقدت الوهج متاعها، فقدت الجذبية متاعها، تدخل الإعدادية، تدخل الليسي، ما تلقاش باب فيه البوني متاعه والمزلاج متاعه موجود. وقت اللي تشوف البنية الأساسية مهترئة، وقت اللي تشوف البرامج التي تدرس هي برامج عفا عليها الزمن، الوليد ولا البنية لجون الصغير اللي هو عنده انتظارات واللي هو عنده تليفون ويحل به يخزر به للعالم من نظار واحد آخر، يولي هو في غربة مع المدرس، ما هو مش فرد موجة. وباش نقوله حاجة أخرى، والأستاذ ولا المعلم زادا، أخي احنا قاعدين نكونوا فيها بصفة جدية، قاعدين سمحوني في الكلمة أنا باتشيو فيه، نحطوا فيه بالضبط في الموجة الجديدة، نلقي به في اليم كما قال ميسكويه، ألقاه في اليم وقال له إياك أن تمتل بالماء. يا سي خالد فما حاجة مهمة اليوم، شنو طالبين من المدرسة العمومية ولا من المعاهد العمومية؟ بالضبط. من أساتذة نواب ما ياخذوا في ما لا ينجموا يخلصوا، لا ينجموا يعيشوا، لا ينجموا يكونوا عندهم كرامة لا حتى شيء. اليوم راك أنت تدخل معناتها القسم، معناتها غير قابة على استيعاب عدد التلاميذ، كيفاش يقريهم الأستاذ؟ كيفاش تحكم عليه الأستاذ ولا المعلم هذا؟ ما فماش طاولة وين يقعدوا الصغار، الصغار ما عندهمش حتى أي معناتها إمكانيات. اليوم بالحق فما استثمار حقيقي ويلزم بكل جدية من أعلى هرم السلطة لي وصولا إلى المديرين الجاوين ووزير التربية وكل الإطار التربوي في أنه نحدثوا مدارسنا، وأنه معناتها نستعناه بالشأن المدرسي سواء على مستوى الأساتذة، سواء مرسمين نحسنون بوضعيتهم، والنواب يكونوا مرسمين، يا ما احنا كيفاش نجيب أنا نائب يقعنا رانا سنوات وسنوات قاعدين نقريوا بالنواب. تحكي لي على معناتها البيداغوجيا والرسكلة وغيره وغيره، هذا إنسان ما عندوش بشكل. انت كيف مدرسة ما يجبش الماء؟ اي ما تنسيش انت كان يقعد نهار ربي هما مضرب قدام وزارة التربية، ما عندوش حتى تحسنت ظروف عدد منهم كمان، تحسنت متفاهمين. احنا رانا نحكي ورانا نحكي على الأسباب العميقة اللي وصلت المستوى اليوم الغد وبرش، وفما شكون كان مستفيد، وفما ناس مع الأسف من داخل القطاع في وقت ما حبوا أنه التلميذ التونسي أو العائلة التونسية تنفر من المدرسة العمومية باش نمشيوا المدرسة الخاصة. صار ولا ما صار؟ وهذا صار بتشجيع من شكون؟ يزم الناس يعرفوا، المستمعين يعرفوا لي أي واحد حل مدرسة خاصة، مؤسسة عمومية، مؤسسة خاصة خذا تمويلات يا لعبث الأقدار من الدولة من وزارة التربية عليها عبث يعني الأقدار ما يسيرش به التنوع. ها وليش عبث الأقدار؟ لأنه إذا كان احنا عندنا سياسة اجتماعية ونعتبر التعليم مسؤولية الدولة، ونعتبروا اللي المرفق التعليم هو مرفق عمومي، راهو ثم حاجه نتاع تناقض. اما مش محتكرته الدوله، لحظه، مرفق عمومي لا مش باش محتكرته الدوله، مش معنى ذلك تولي الدوله تموله زاد، معناها كانك تمول شكون يعمل المعاول الهدم في مؤسستك العموميه. على ليميت تعطيه اوتوريزاسيون باش يخدم، تعمل قوانين، مش عاطيه امتيازات، لكن معقول خاص. اما مش تعطيه امتيازات ومن الوزاره المعنيه بالشان، راهو ثم امتيازات. معناها شنو الامتيازات اللي عنده؟ تسهيلات وتسهيلات مالية أيضا. كيفاش ياخذوا فيهم؟ اي ما خاطر هو مستثمر، كي نحلوا الدوسي، ما انا قلت لك دوسي كبير وكي نحلوه، وهذا مربوط بالسياسات القديمة. احنا مازال تو ما قطعناش معها. الخطاب الرسمي اللي نسمعوا فيه تو هو خطاب يعلن النية في القطيعة، الحكاية هذه كل تنظيم هذا القطاع، تنظيم هذا سياسي مش سهلة، مسيش به التنوع. العائلة اللي تحب تقري في الخاص لهذلك، العائلة اللي ما تحبش تخرج من المدرسة العمومية لهذلك من حق، أما عليش هربوا للخاص؟ احنا ما نش ضد، عليش فما عائلة تهرب للخاص وقت اللي
تهز ولدك وانت ماشي تخدم وتسمع اضراب مفاجئ ولا اضراب مفتوح. هو اللي كنا نحكيو عليه يا زينة، الخدمة نتاعنا وسلاح المدرسة الوطنية يا زينة. يا زينة كان جات العباد عندها الفلوس ما عادش عندك مدرسة، ما عادش يهز حتى حد واحد المدرسة عمومي. راهو العبيد راهي تهز في صغارها ما عندهمش وين يقعدوا مثلا. انا ما نحكيوش على المدارس اللي موجوده في الحاضره، نحكيو على المدارس في داخل تراب الجمهوريه، داخل حتى كي يبدا الجمهوريه داخل الولايات. تصديق قولك حتى كي يبدا عام ما فيش توترات اجتماعيه. نعطي مثال السنه المدرسيه اللي فاتت في قطاع الاعداديات والمعاهد الكل ما فيهاش حتى يوم اضراب. عمليا الوليد كي يبدا ما يقراش من 10 ل 11، ولا البنيه مراهقه من 10 ل 11 ما تقراش وين تمشي؟ قدام الليسي لبرا. معناها المشكل نحب نقول ان هذا مشكل مجتمعي كاش قبيله قلت تونس كل التعليم. راهو ان نصلحوا التعليم ماهيش مساله نتاع نحملوا مسؤوليه لها وزير ولا الاستاذ ولا الولي. ثم رؤيه كامله معدومه، لان الرؤيه اللي مشات بها المدرسه قبل في بدايه التسعينيات كان الوضع الاجتماعي شيء، ثم تحولات تغيرات سوسيولوجيه عميقه، ثم حاجات صارت بعد ال2000 وقت دخلت الرقم نرجع عليه يعني معناها قضيه حضر فيك. شوفنا الحوار المجتمعي حول اصلاح التعليم ومؤسسه التعليم ان شاء الله بالحق موضوع مهم جدا، نرجع عليه غدوه نكملوا نحكيوا عليه في بالبنت العريض. ونرجع هات للموضوع لتصريحات وزير الشؤون الاجتماعيه في علاقه ايضا بالمنح اللي قاعده تقدم فيها وزاره الشؤون الاجتماعيه واللي رفع فيها أنيس بوغطاس. والله مهم جدا باعتبار انه توا العباد معناتها الفئات الهشه هذه تستحق هذه المنح، خاصه معناتها بعد معناتها الصيف والمصاريف الكبيره اللي عانيت منها العائلات التونسيه اللي هي الحقيقه او غلاء المعيشه. اليوم العائله التونسيه اللي معناتها مداخيلها تكون معناتها ضعيفه، المنحه هذه انا نعتبر وكونها منحه مهمه تدعمهم باش يدخلوا صغيراتهم للمدرسه، وجات في وقتها باش هما قادرين باش ينجموا يشريوا الكرارس والكتب والثياب للتلامذه. مهم جدا انه تتصرف وانه تمشي لمستحقيها، وهذا الاهم انها تكون لمستحقيها. مستحقيها والدعم والمواد المدرسيه. ناخذ رايكم شويه قبل ما نعطي الكلمه للاخبار في علاقه بالمواد المدرسيه اللي خارج وغير مقننه. نبدا معك رفيق دريدي، كيف تمشي تدور في الشارع تلقى كنصب شي يبيعوا هكا نصب، يبيعوا المواد المدرسيه اللي هي موجوده في المكتبات. انما الماركات اللي موجوده في الاسواق الموازيه خلينا نقولوا هي ماركات مجهوله المصدر، ماهيش نفس الماركات اللي هي موجوده في المكتبات واللي هي الناس كل معناها تعرفها مصرتنا. بالضبط يعني هذا فيها غير خاضعه للمراقبه المعايير ولا مراقب ولا تعرف منين جاي. والاشكال زينه كانوا فما ساعات بعض المكتبات اللي هما يمشيوا يشريوا المواد هذه من الاسواق الموازيه ويعرضوها في المكتبات، وهذا ريتو موجود. يعني يمشي يشري المواد المدرسيه اقل سوم من الاسواق الموازيه ويحطها في الفيترينه نتاع المكتبه ويبيع للمراقبه. غير مهم يزموش للمواطن، ما يزموش السيره، امر واقع وهذا امر معناه الولي اللي يحب يهرب خالد كرون اليوم من المواد اللي كان يوصف فيها انيس بوغطاس بالمسارطنه ويمشي المكتبه باش يشريها وتخمه أو شريها بطريقة ملتوية وأسع وأغلى. نجم كان رفيق يقصد التعميم على الناس الكل، مع الممارسات من حسن الحظ اللي هي ممارسات إن شاء الله تكون معزولة، ماذا بينا تكون ممارسات معزولة. لكن هي مرة أخرى تطرح نفس القضية، هي الاقتصاد الموازي. وقت اللي أنت عندك ناس تهرب في كل شيء تنجم تهرب مواد كما هذه. وإذا كان كراسة على ليميت ممكن ما تمثلش خطر كبير ياسر على صحة الصغير، الأقلام والحاجات المواد الملونة واللي فيها مواد كيميائية واللي الصغير يحطها ساعات في فمه ولذيك الكل تنجم تعمل مخاطر كبيرة. وقت اللي أنت اقتصاديا ما نجمتش اقتصادك تضبطه في اقتصاد منظم بطبيعة الحال باش يعمل لك فاي في كل شيء بما في ذلك في المواد هذه. يا سي خالد أنا كمواطن وصلت للنصبة هذه اللي تبيع في المواد المسرطنة، وين الأمن؟ يمشي أنت وصل قبلي وفكه، معناتها شفت المشكلة وين؟ هذيك المشكلة ما فيهاش رقابة، النصبة شكون وراها؟ رقابة كما يقولوا المشكلة وكيفاش وصل لها وكيفاش تعدى؟ معناتها مشكلة كبيرة هذه زادة. وعليه راجعين في موضوعنا هذا، موضوع أيامات تفصلنا على العودة المدرسية، الأدوات المدرسية المهربة وغير مطابقة لشروط ومعايير السلامة الصحية. موضوعنا ساعتنا ثانية في عينك على الإدارة. ضيفنا بعد نشرة الأخبار ضيف الانترفيو ماضي ساعة درجين عبيد البريكي، هذه استوديو الوطنية. راجعين، مرسي بوكو أنيس بوغطاس، مرسي رفيق دريدي، مرسي خالد كرونا أدوما، راجعين مرحبا.